الامونس. ماشي ماشي، وزع وزع. تعالى ها بص، علاء بيه ابو ورده اللي جاي. ابو ورده هو شبشب؟ ايه اللي ابو ورده؟ علاء بيه الوردي. ماشي، اما يجي ياض عايزين يعجبوا الاقامه عندنا هنا اهو. اه ماشي، يعجبوا ايه؟ الاقامه. الاقامه اه ماشي، تعجبوا ايه عندنا هنا اهو، ما يجيش بعد كده بقى ينزل عند اكرم اخويا. انا اخليه في بتاعته يغير محل الاقامه، يبقى العنوان اللوكاندا بتاعتك. امال ايه يا هظبطك انا، بس انت ايه يعني شوفني. حلو يا واد، باتع على البرتقانه ابو سره ده. باتع وانا دكتور عيون بقى، اعملك اختبار. شوفني شوفني يا عم، مش ما انا شفتك يا عم، ما تعملش مش فاهم. شوفني ايه يا الحلاوه ده، 30000 و3000 يلا حلاوه يا واد، ما بتنساش انت ابدا. لا انسى دي سبوبه اخويا، ده انا اللي مربيك يا حبيبي يا عم. خد ياض، انت تديني الكوينات، انا عايز حلاوه هي. تاكلها يعني حته كده اهو، وتسيبها بقى تدوب في بقك. اه مش تقعد تمضغها بقى وتستهبل، لا تدوب في بقك قد يومين ثلاثه كده. يومين ثلاثه؟ اجيب لها كوبايه شاي اشربها في اسبوع بقى، اقعد ابلعها. ودي ما تغسلش بقك بعديها. اه عشان تفضل في بقك. افضل اقول يا ده انا اكلت حلاوه الشهر اللي فات لسه ببقي والله. يعني انت جبت لي حلاوه في امتحان حلاوه دي وكلتها انت. امال ايه دي؟ على فكره حلاوه دي حلوه. ايه المعلومه؟ حلاوه حلوه يعني؟ لا بجد، بس انت ما تستعملش بتاكل بس يا ريس. ايه حلاوه حلوه؟ ايه المعلومه؟ انت كان قصدك تقول حلاوه اكياس، حلاوه بالكيلو. قصدي دي ما تجيبش من العلب. امال اجيب ايه؟ العلب دي بتبقى مقفوله ووزنها وبتاع. لا في ناس هتراجع وراها. آه من عند البقال. ايه الفرق؟ هاتها مش سايبه يا حلاوه سايبه؟ يعني ما تربتش يعني؟ مالهاش اهل حلاوه سايبه كده؟ بتبقى كميه مبالغ فيها. آه. آه وهو البقال بياخد منها، اقول له مثلا عايز ايه؟ تمن كيلو. اه آه فيديك وتقول له ما تجيب حته كمان. آه والنبي حته. اه اشحت يعني. عشان حته حلاوه. خد يا وادوبها ببقي من شهرين ثلاثه. اه ماشي. اه ايوه اخد دي ما ترميهاش. امال ايه يا عم؟ اتلاقي الله بقى، كفايه اهانه فينا. ماشي. ايه ده، الكيكه خرجت من الميكرويف؟ معقول ده ده التليفون يا ايه ده؟ اه هو ده شغال؟ شغال ياض، بس شغال فروم روم تو روم. ايه فروم روم تو روم؟ فرون روم تو روم. ماشي. انا بس يعني انا مستغرب شكله انه ده يبقى شغال يعني. لا شغال. خدت بالك اول ما رفعت سكت اهو. بص استنى تاني يا ابني. ليه لا لا، ده ايه ده؟ اكتر واحد حافظ فينا. مين يا ايوه ثواني مين؟ شوف مين. ايوه هعرف. شوف مين قول له الو. مين؟ ايوه ما انا هقول له يعني، اكيد مش محتاج تقول لي قول له الو. الو الو يا عمي هقول له، اديني فرصه اقول له. اهو بقرة متصلة اهو، هرد عليها ازاي؟ طالما حيوانات مجالي بقى. الو الو، لوكاندة السعادة؟ ايوه يا فندم، لوكاندة السعادة. انا مش سعيد. يعني ايه يا فندم؟ تعرف تقول لي ايه هي السعادة؟ قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي. لا لا لو قول لي. في حد طالب اسماعيل ياسين؟ شايفه قول لي ايه؟ مين يا؟ ما اعرفش حد بيقول لي قول لي يا صاحب، بيغني لي. قول لي يا منصف. منصف يا فندم. منصف؟ ايوه. طب انصفني يا منصف. ده متصل بخط الفرفشه ده. لوكاندة السعادة انا مش سعيد. منصف انصفني. هنقعد بقى. لا وصوته عجيب. ايوه يقول لي قول لي زهقان يا منصف السعادة. انا زهقان. ايه يا ابو جوده قول لي. ايه يا فندم زهقان ليه؟ قول له اخبار الميكروفيلم. قول يا منصف. ايوه يرضيك اصحى الصبح ما الاقيش فطار؟ فطار؟ ها؟ هو حضرتك نازل في نص لوكاندا الكلاسيك؟ ايوه. وعايز فطار؟ انت خيالك واسع يا فندم. انا عايز اتنين فطار. اتنين؟ قول يا هو الكلام ببلاش. قول قول. اتنين فطار واتنين عصير. واتنين عصير؟ برتقال وجوافه. وجوافه؟ جوافه. جوافه؟ قلبي حاسس انك هتجيب البرتقال ومش هتجيب الجوافه.
أنا مش هجيب الجوافة ليه يا فندم؟ عشان الجوافة دي لا يمكن تتم. بقيت سعيد خلاص. أنا قفلت. والله ما كنت فاهمه. أنا لقيت الناس بتضحك ابتديت أركز. بس تخيل وصلت الجرأة إن إحنا وصلنا لزمن نقول الجوافة لا يمكن تتم. وما استأذنيش يقولوا. عارف عارف قول لي يا صاحبي. هو عارف انه لو استاذن هيمشي. ما دي حاجه ما فيهاش استئذان. وصلنا للجوافه دي لا يا لهوي لا نقفلها. اه والله هنبتدي بالجوافه. هنروح لايه؟ مين طلع مين؟ مش عارف. واحد نازل عندك هنا في النص ده قال له عايز فطار وعايز عصير. عصير؟ عصير ايه؟ عايز عصير؟ عصير؟ خد له زعبيب. زعبيب؟ يا عم هو متصل يا عم عايز عصير. عصير برتقال؟ عصير؟ ايوه وجوافه. نازل عندنا؟ اه. واثنين عصير. واحد برتقال واحد جوافه لا يمكن تتم. لا لا ده اتجنن اكيد. ده في اوضه كام ده؟ ده ايوه ده في اوضه 55. عرفت منين يعني؟ ما عشان انا نسيت اساله بعد الجوافه يمكن تتم فاهم؟ فبلم الدنيا فلمه معايا. اه الاوضه اللي بتتصل رقمها بينور. ما تحاولش ده قرص عادي جدا. ايوه سعد الحمد لله انه بيقول الو. اه يعني ده نازل عندي. آه. لا ده انا اخش اربيه في اوضه كام؟ 55. هو اوضه كام؟ 55. دي مش دياد الاوضه اللي نازل فيها علاء بيه فله؟ فله ايه يا عمي احنا مربينه ده علاء بيه الوردي. وردي ايه؟ ايوه ازاي؟ يا نهار اسود ده اكرم هياخد من الفلوس اللي دفعها بتاع طقطقان. طقطقان ايه يا عمي؟ احنا في مصيبه دلوقتي. طب ما انت اللي عامل المصيبه مش انت اللي مظبط كل حاجه. ايوه انت ما بيجيلكش الزباين اللي جيت. انت مظبط كل حاجه ومديك حلاوه دلوقتي حياله. ايوه الحلاوه ايوه عارفها. طب هنعمل ايه في الراجل ده؟ اتصرف ياض اتصرف ده هيخرب بيتي. ما هو مين اللي نزله في 55؟ انت اكيد اللي نزلته. حاضر خش شوفه يا حاضر. خد الفطار معايا. فطار ايه؟ حاضر حاضر. ده انا ابتديت ابني احلام بال 30 تنتيل. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا اخويا انا كان جوزي نازل عندكم في اللوكان ده هنا تشوفوه لي بس نازل في اوضه رقم كام؟ هو يعني قال لك في النص المودرن ولا في العراقه؟ عراقه؟ مش عارفه يا اخويا هو قال لي ان هو نازل في النص ده هو. حاضر. اسم جوزي حضرتك ايه يعني وانا ادور لك؟ اسم عصام سمير عبد الحميد محمد احمد محمود. ايه ده كله وفاري؟ عصام سمير. عصام سمير؟ لا والله ما عندناش حد بالاسم ده ينزل عندنا. ازاي يا اخويا ده مأكد عليا ان هو نازل عندكم في اللوكاندا ده هي. بصي حضرتك هو في لوكاندا تانية اقدم من دي على ناصيه الشارع روحي اسالي فيها يعني. طيب خلاص يا اخويا انا هروح اسال عليه ان ما لقيتوش هاجي اشوفه هنا تاني. ان ما لقيتوش يبقى طلقي. اعوذ بالله. اتكل على الله وانا اخش اشوف الزبون بتاع 55 ده.